السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون الشكل والتطبيقات الكتابية، تفاعل الحضارات. سنقوم بالإجابة على أسئلة الحصة الأولى. أفهم. السؤال الأول: أشكل شكلا تاما العبارات المكتوبة باللون الأخضر حسب سياقها في النص. واختلط الشرق بالغرب. يمكنك أن تفطر في مصر. سعة دراستك. السؤال الثاني: أفسر معنى الكلمتين الآتيتين: المدنية تتلاقح. معنى المدنية: الجانب المادي من الحضارة كالعمران ووسائل الاتصال والترفيه، وضدها الجانب الفكري والروحي والخلقي من الحضارة. تتلاقح بمعنى تتمازج، تختلط. السؤال الثالث: هل صحيح أن بإمكان المرء أن يفطر في مصر ويتغدى في فرنسا ويتعشى في إنجلترا؟ نعم. السؤال الرابع: ما وسيلة التنقل التي يصفها صاحب الرسالة بالأعجوبة؟ وسيلة التنقل التي يصفها صاحب الرسالة بالأعجوبة هي الطائرة. السؤال الخامس: أشرح في سطرين العبارة الآتية: إن الحضارات تتلاقح وإن منافع الناس تتلاقى. لا يمكن عزل حضارات عن أخرى، إذ أنه لا توجد حضارة نشأت من تلقاء نفسها بمعزل عن الحضارات الأخرى، وذلك لأن الحضارات والثقافات غير ثابتة وتتغير مع الزمن وتتفاعل مع بعضها البعض فيما يتوافق مع مصالح ومنافع الناس، الأمر الذي يؤدي إلى إغناء الحضارة الإنسانية. السؤال السادس: أبدئ رأيي في نصيحة أحمد أمين لابنه. نصح أحمد أمين ابنه بالانكباب على الدراسة وتعرف الحضارات والانتفاع بمزاياها ومواكبة التطور الذي يعرفه هذا الزمان ومسايرة الشرق والغرب.